نحكي شوي هيك عن عيد الأم، كلمة من حضرتك. عن عيد الأم يعني الأم ما بدها يوم واحد، الأم كل يوم، كل يوم أنت بحاجة أنك تكوني قريبة منا، بحاجة أنه تكون هي قريبة مننا، أنه مو بس ما كبرنا مبلش أنه كل واحد يلتهي بظروفه بحياته، لا، بهمك أنك تكوني فعلا قريبة منك، حتى لو كنتي من محافظة لمحافظة أو مثلا نصيبك خارج القطر، أنه على الأقل في هذا التواصل، التليفون دائما بحس بنفسي أنه أنا بعيدة عن ماما، بحس بنفسي أنه في مسافات. أنا بالسنوات الأخيرة أصبحت يعني فعلا أني أكره المسافات، أكرهها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أنك أنت حدا بعيد يعني. وهني بعد ما كبروا ببيوتهم وبحاراتهم وبمحافظتهم أكيد ما بيقدروا يغيروا محل ما نحن مستقرين، فهي صعبة صعبة. فعيد الأم هو المفروض يكون كل يوم وليس يوم واحد بالسنة. نحن منعرف علاقة النجمة تولاي هارون مع والدتها علاقة كتير مميزة، حضرتك من الناس اللي كتير بتحكي عن والدتك، كتير بارة فيها، كتير بتحاولي دائما تجبريها تكون معي. الكونتيسة الكونتيسة ندوم، يعني يفترض انه يعني لحالها، يعني مستحيل ما فيك الدليلية، مستحيل ما فيك تكوني قريبة منها، مستحيل ما تكوني يعني هاي، رغم انه منضل منشاكس بعض، منضل ليكي مننائر بعض، بتضل بتعطيني لهلأ ملاحظات، لهلأ بتعطيني تفاصيل انه لا 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 لا، انت لو بقياني عندي بالبيت انا ما بتزبط معي هي التفاصيل اللي بتعمليها. وانا هيك بوقف مثل الطالبة لهلأ، يعني صدقا، يعني انا هنا هي القصة بالذات يلي بتخليني انه انا ما في شيء بيعيبني اذا انا وقفت مثل الطالبة قدام منها لحد الان، ولا هلأ بحسب حسابها حقيقي. وانا اولادي طبعا حقيقي عم بيشوفوا هذا الكلام قدامهم، انا هلأ بحرص على انه انا ما كتير جاوب، بس احيانا بجاوب اللي بغضب عليكي بتقول كل شيء له غضب، عرفتي؟ فطبعا في مشاكسات بيناتنا بين المزح والضحك، بس بين المزح والضحك بنمرق، عرفتي شو هدول بنمرقهم؟ في ولد ما بيمرق لامه. انت بتتعاملي مع اولادك مثل ما كانت الوالده تتعامل معك ام لا؟ بتحسي العصر هلا تغير؟ مو ليشوفوني امه، هلا ما بيعرفوا انه ما بيحسسوني انه انا امهم، بيعدوا اذا بينادوا لي توتي كيف بدهم يقولوا لي ماما؟ ما زبط. هلا بتجي لعبي بتروفي اولادي انه يعني هيك بلحظه بتحس انه انا عامله مدام، انا انه ماما عرفتي شو توتي تعي، راحت الهيبه كلها. عرفتي؟ بس انا طبعا مبسوطه بهالحاله لانه هن رفقات، يعني انا علمتهم يعني وعودنا بعض انا وياهم انه نحن رفقات. امتى بحس انه انا امهم او هن حدا اولادي وبيخافوا علي؟ انا اجتني مرضى من فتره فعلا رحت سطيحه الفراش، عرفتي هدول من عند رجليك اللي عند راسك هن عم بياخذوا الرضا. انا هون شعرت انه عندي اولاد، هدول مو رفقاتي، هدول اولادي يلي عم بيعتنوا فيني ويشيلوني. حسيت اني انا معزوزه بوجودهم، انه انا بقوى بوجودهم، بقدر بستند عليهم. يعني هذا الحكي بيريحني من جوا، وهذا هو مهم، مهم لكل أم ومهم لكل ولد أنه يتعلم كيف يدير باله على حاله وعلى أمه. الله يحميهم طول بعمرك. بيفاجئوكي هن كمان مثل ما كنت تفاجئ أهلك؟ والله عيب أحكي قدام العالم، خليها مستورة معلي، يعني شوي شوي. كتير بيفاجئوني بكتير قصص، يعني بس في هن زرافتهم أنهم قصاهم طيبين، قصاهم يعني قلبهم رقيق، عرفتي؟ وعلاقتي فيه مثل ما قلت لك هي أكثر من رفقة، هذا الشيء اللي كتير عم يبني أشياء حلوة بيني وبينهم. بيفاجئوني بكتير تفاصيل، بيفاجئوني مثلا ببعض نجاحاتهم وأنا ما بعرف عم بيخططوا لشيء معين، يعني بيفاجئوني بأفكار عم بيطرحوها لازم تتنفذ على الأرض، فأنا ممكن ساهم وساعد معاهم. إيه، في أحيانا بيمرق عيد ميلادي مثلا بيفاجئوك إنه أنا ما بدي احتفل، ما جا على بالي أو ما حابة أعمل شيء، وبتفاجأ إنه البيت قايم ما قاعد، يعني
زبطوا لي اياها ولقوا عازمين اذا بدك، عرفتي شو؟ لقوا بيجوا بيقولوا لي تعي ماما بدنا ناخذك مشوار مدري شو بكم، بيقرفوني برات البيت، برجع بتفاجئ انه في شيء غير عادي بقلب البيت عم بيصير عندي، فعادي. يعني الحلو انه كل يوم بتحسي حالك انت امهم، بس هن رفيقتهم صديقتهم يعني. والله قولي لهم بدي انا احس انه انا امهم. عم تزبط ما عم تزبط. آخر كلمة شو بتحبي توجهيها لكل أم بهيدا اليوم؟ شو بدي وجه؟ يعني أنا مثلي مثلهم، بس إنه إحساس الأم لا يمكن إنك تقدري تفسريه. إحساس الأم في كتير شغلات ممكن تحسيها ما بتقدري توصفيها بكلمة ولا بكلمتين، وكل أم إلى أسلوبها بتعاطي مع هي الأمومة مع أطفالها مع الحواليها. وفي أمهات ما تزوجت ولا جابت أولاد، بس إحساس الأمومة اللي موجودة بداخلهم يمكن أهم من أي أم عندها أولاد. إذا بدك هي نماذج موجودة بالشارع وأنا بحترمها، لأنه بتحسي فيها أنه هن صحيح ما تزوجوا ولا أنجبوا، لكن علاقتهم مع الحواليهم وأولاد أصدقائهم يعني كبيرة، وبتحس أنه هي أمهم بدون ما تكون ما تربيهم يعني كمان. إذا بدك هي العلاقة بشخصية كل أم أو كل أنثى موجودة بداخلها، حالة الأمومة اللي بتتمناها أي بنت. نجمة تولاي هارون، كل عام وانت بخير، وشكرا جزيلا لحضرتك وللوقت اللي منحتينا. كل عام وهن بخير لكل الأمهات، مو بس بيوم عيد الأم، بكل يوم.